هذه الكرة البينية، محمد شريف يلعب عرضية على طول، ما استناش عليها. ناصر مان بتعدي، تروح لحمودي، يلعب البينية حمودي. يا ولد يا سلام يا مروان يا محسن، يجيب الهدف الثاني في الدقيقة 39. 2-0 مروان محسن يجيب هدفه الافريقي الثاني، بقول لكم في دي جعبته هدف واحد بس السنه اللي فاتت في مرمى فريق اونانا اللي لعبه النادي الاهلي اونانا الجابوني. ادي الكره لفت وحطها على يمين. يا ولد انما السرو باص ايه؟ حكايه وروايه من حمود. الله على الكوره. يا سلام، هدف تاني للنادي الاهلي يرفع بيه الرصيد الى 2-0 واحنا لسه في الدقيقه 40 من الشوط الاول. يا سلام على الحلاوه، يا سلام على حلاوه الكوره اللي فاتت دي.